تعالوا بقى نروح نطمن على الفريق ونروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح ونشوف اخر المستجدات قبل ذهاب فرقه النادي الاهلي لملعب المباراه. اتفضل يا فاروق. كل تحيه ليك يا كابتن ايمن وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات الدوري المصري الممتاز، خلاص المرحله قبل الاخيره، مباراه الجوله 33، مباراه اللي هتقام على استاد خالد بشاره وتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الجونه. خليني اقول لك ان بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار لتيتش. قبل المران عقد مستر بيتسو موسيماني محاضره فنيه مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الخاصه بفريق الجونه وطريقه لعب الفريق الجونه وايضا ايجابيات وسلبيات فريق الجونه، مواطن الضعف ومواطن القوه في فريق الجونه. شدد مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين على ضروره عدم يعني خلاص ان احنا نركز وضروره ان احنا نلعب لاخر نفس، نلعب لاخر دقيقه، وده طبعا يعني شعار النادي الاهلي وهو ده اللي النادي الاهلي بيسير عليه، ان انا العب لاخر دقيقه وتمسك بالامل في المباراتين، مباراه الجونه ومباراه اسوان. يعني عقب المحاضره الفنيه ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اللاعبين وحس اللاعبين على ضروره انهاء الدوري وان انا لازم اكسب الماتشين، ماتش مباراه الجونه ومباراه اسوان. عقب المحاضره يعني محاضره الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان التمرين الاخير لفريق النادي الاهلي، ركز مستر بيتسو موسيماني على بعض الجوانب الخططيه والجمل التكتيكيه. طبعا هو عارف ان ملعب الجونه واحد من الملاعب اللي بيتميز بتيارات الهواء على مدار ال 90 دقيقه. حاول مستر بيتسو موسيماني ان هو يشتغل وينوع شويه في الشق الهجومي ويشتغل على الكرات الثابته وتنويع الاختراقات سواء عن طريق العمق او عن طريق الاطراف والتسديد من خارج منطقه الجزاء. عاقب المران اعلن القائمه وتوجه الفريق على متن طائره خاصه الى الجونه، طبعا بيرافق الفريق الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي حريص ان هو يكون مع الفريق في كل الظروف وفي كل الاوقات. الكابتن محمود الخطيب اللي موجود مع الفريق وهيكون موجود النهارده ايضا في ملعب خالد بشاره. بالنسبه لتفاصيل يوم النهارده، اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 5:30. مستر بيتسو موسيماني في المحاضره الفنيه طبعا اتكلم مع اللاعبين على اخر التعليمات ومن خلالها اعلن التشكيل. تقدر تقول التشكيل مش هيختلف كثيرا عن يعني التشكيل الالف في اللقاء الاخير، باستثناء طبعا غياب طاهر محمد طاهر لحصوله على الانذار الثالث، وغياب حمدي فتحي بعد شعوره بشد في العضله الخلفيه اللي من يعني من خلال الدكتور احمد ابو عبله حاولنا نطمن على حمدي فتحي، وقال عقب العوده من الجونه هيتم اجراء فحص طبي لحمدي فتحي ويعني يشوف فرص لحاقه بمباراه اسوان ان شاء الله هتكون كبيره ان هو يكون موجود في مباراه اسوان. طبعا ايضا بيغيب على النادي الاهلي في هذا اللقاء وليد سليمان وجونيور اجاييه وناصر مانو ومحمد محمود ومحمود متولي. الاتحاد المصري كان اعلن عن طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده امين عمر حكم الساحه يعاونه احمد حسام وهشام الدسوقي، والحكم الرابع محمد فاروق موجود على تقنيه الفيديو محمود البنا ومحمود ابو الرجال. تقدر تقول يا كابتن ايمن لعيبه النادي الاهلي بتركز، لعيبه النادي الاهلي بتتمسك بالامن، ان شاء الله النهارده مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي قادر على تحقيق الثلاث نقاط والفوز على فريق الجونه، ثم الانتظار ان شاء الله للمباراه القادمه امام فريق اسوان. النادي الاهلي طبعا ظهوره النهارده هيكون بالزي الاحمر، بينما فريق الجونه هيكون يعني زوره بالرداء الابيض لفريق الجونه. طبعا الكابتن رضا شحاته عارف ان هو اللي بيلعب مباراه قدام النادي الاهلي، حاول يكثف شويه في خط الوسط ويقفل ودايه المساحات على فريق النادي الاهلي واستغلال طيارات الهواء اللي هتكون موجوده في ارض الملعب. لكن ان شاء الله يا كابتن ايمن لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار والفوز على فريق الجونه، ان شاء الله ان شاء الله يكون في نتيجه في المباراه الاخرى، وباذن الله نكمل المشوار من جديد. تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.